بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، يمكن انا قلت تعادل في شوط متوسط المستوى نظرا لغيابات الاهلي. انت بتتكلم عن 18 لعيب غايب. هو هقول لك على حاجه يا ايمن، المباراه ابتدت كويس بحيويه ونشاط ورغبه من لعيب النادي الاهلي اثبات وجود في الملعب، انما طريقه توزيع لعيبه النادي الاهلي ما توفرلكش زي ما انا قلت لك قبل المباراه اسلوب انهاء هجمه تقدر تجيب بيها هدف. بعد اللاعبين عن بعض، احمد سيد غريب واقف لوحده قدام، محاوله زياد طارق مع كريم فؤاد ان هم يعملوا اي ثغره من ناحيه اليمين ويعملوا عرضيه، برده الدخول جوه ال 18 قليل جدا. بعد محمد فخري عن ال 18 خالص، ميدو نبيل بيحاول يعمل الايقاع اللي هو بيستلم شغل قفشه على ديانج كويس، صعبه جدا طبعا. محمد اشرف هو الشكل الوحيد اللي بيمسك الكره تحس انه ممكن يقدر يعمل عرضيه، وعمل كام واحده. انا مفيش من 18 كله اللي انا بقول لك عليه مظبوط. ميكسيوني زي ما انا قلت لك راجل بيستلم الكره ويسلم الكره لواحد يجري، انما اجريسيف بتاع لعيب ويعدي ويروح ويعمل لي مشكله للفرقه اللي قدامي دي كلها مفيش. يمكن الوحيد اللي انا في الملعب كله تحس برضو بالخطوره هو عبد الرحمن مجدي لعيب نادي الاسماعيلي، هو لما بيمسك الكره بيبقى عنده شكله وعنده خطوره وبيبص كويس قوي. والغريب في الاسماعيلي كمان اللي بيلعبوا الاولاد بتوعنا، يعني فين في الدقيقه 38 لما ابتدت صحوه ليهم ابتدوا يخشوا ويعملوا زياده عدديه ويحاولوا ان هم حاله اثبات وجود ويجيبوا جول. حتى جماهيرهم فرحانه قوي ان هم راحوا الناحيه الثانيه ودخلوا ال 18 وجابوا كورنر. يعني ماتش اقل من المتوسط، بس بشكل اسبابه الاسباب الاجهزه الفنيه اللي قاعده بره، مش هقول لك اكتر من كده. يعني انا لو عندي نحرار ان انا عايز اكسب الماتش ده هكسبه، لان الفرقه دي مساعده على كده والفرقه دي مساعده على كده. انما الشكل اللي انا شايفه ده مش شكل ماتش في الدوري. فرقه عايزه تعدي الوقت، يعني الفرقتين عايزين يعدوا الوقت. ايوه، ان المباراه تطلع بهذا الشكل. يعني لو التمسنا العذر للنادي الاهلي عشان الغيابات والاصابات والجماعه اللي واخدين اجازات او راحات، يعني أيوة، يبقى مش هتلتمس العذر لنادي زي نادي الاسماعيلي. كويس، وفي نفس الوقت قلت دي فرصه ذهبيه للاولاد دول ان هم يبقوا موجودين. انا لما كنت بنزل ومدرب يقول لي هتعمل 1 2 3 اعمل الحاجات الدفاعيه والباقي كل شغل بتاعي انا شخصيتي انا. ايوه، مش هلتمس كمان عذر لفرقه الاسماعيلي. ما انا بقول لك انا مش هلتمس، انما لازم يكون في تدخل انيابي شويه، شغل اجريسيف من اللعيبه اللي قاعده بره زي احمد عبد القادر ينزل ينتج، حسام حسن ينزل، محمد محمود عنده سرعات ينقل الملعب. لازم الناس دي شويه تشتغل وهي قاعده بره زعلانه قاعده بره. طب لما تنزلوا عايزين نشوف حاجه ثانيه. طيب كابتن علاء، تقييمك الشوط الاول فنيا؟ فنيا ما فيهوش اي فن خالص، مش حاجه خالص. هو انا اقول لك بس حاجه كده يا ايمن، والله مش قصدي حاجه، شيل حارس، يعني شيل حارس المرمى نفسه، الجون نفسه من هنا وشيله من هنا وخلاص، وهم لعبوا كده بس. 10 لعيبه بيجروا ده، 10 لعيبه في الملعب، شيل يعني مش حارس، شيل الجون نفسه بس وخليهم يلعبوا كده. مفيش حاجه خالص تلعب جون، حتى الكورتين الاحمر مصطفى شبير ده كور سهله جدا ما فيهاش اي مشكله. لكن مباراه اقل من المتوقع خالص، يعني من مش يعني مباراه يعني بطيئه جدا، تحس انها عشوائيه. انا عندي الاحساس ده مع من لعيبه النادي الاهلي، ده الثالث ماتش على التوالي الرساله راحت غلط، وانا بقول الكلمه دي للمره الثانيه، رساله ان احنا مش ضاغطين عليكم وكده راحت غلط. وانا مش ضاغط عليك عشان تلعب بالهدوء ده، انا مش ضاغط، اتفهمت غلط الرساله صح بس الفهم غلط، ودي حاجه غريبه جدا. ثالث ماتش بحس انك نازل تأدي 90 دقيقه كويس، انا ما اتغلبتش وادينا بنكمل الدوري العام غلط. مش هو ده فرصه. انا متاكد ان كل الولاد الصغار دي هيندموا عليها، ان فرصه جات لهم وعمرهم ما احلموا بيها. هما بيقيموا دلوقتي، ما هو طبعا ده ايمن، ده المباريات دي كلها اللي قبلها واللي جايه انت بتقيم الولاد الصغيرين والناس الكبيره اللي عليها كلام. فانت ما بعد عندك ضغوطات، دي مش معناها انك تنزل كده يعني هادي وما عندكش، مش لا خالص. بقى عندك ضغوطات عشان انا مش عايز منك، مش هحاسبك على دوري، لكن تقول لي انا موجود انا عايز العب، ده كله مش موجود. على الجانب الاخر الاسماعيلي
ما دي مش فرقه الاسماعيلي برضه، اذا كنا هنتكلم كوره، ولا دي فرقه النادي الاهلي مش بالشكل ده. بالشكل ده او بالروح دي، ولا دي فرقه الاسماعيلي. هي مباراه شوط ممل وعدى وخلاص. كابتن اسامه، شوط زي ما بيقول الكابتن علاء اقل من المستوى. طبعا شوط ضعيف، ولكن السيطره والخطوره اكتر لفرقه الاسماعيلي. في خطوره من عبد الرحمن مجدي ومدبولي، وتحس انه يعملوا اي حاجه في اي وقت، يعني في حاجه قريبه من مرمى مصطفى شوبير، رغم ان جات له كورتين ثلاثه اتعامل معاهم بشكل كويس بثبات يعني، لكن ما كانوش خاطرين قوي، لكن اتعامل معاهم بشكل ثابت. لكن مدبولي وعبد الرحمن مجدي عاملين قلق، ونص الملعب متاخد مننا تماما، مفيش حاجه واضحه لفرقه النادي الاهلي، هو كله بيتراجع للثلث الاخير، والاسماعيلي مسيطر وبيحاول يروح على المرمى، حتى مفيش ولا كره خطر ناحيه محمد فوزي، الناس بعيده عن بعض، يعني احمد سيد غريب في مكان في حته، لويس مكسوني متطرف خالص في حته، زياد طارق لوحده، فخري وميدو نبيل تحت قوي مع المدافعين، مفيش خطوره من ناحيه محمد اشرف وكريم فؤاد، يعني تحس ان الفرقه الى حد كبير مفككه هذا الشوط. طبعا احنا بنعذر شويه طبعا ان في 7 لاعبين ناشئين، ولكن برضه المردود مفروض يبقى حتى على المستوى الحماسي يبقى افضل من كده. صحيح. بس فنتمنى يحصل تعديل الشوط الثاني، واذا كنت انا ماتش رسمي كنت هغير 3 دلوقتي. ايوه. لكن انت بتعتبره ان احنا بنجرب، فممكن يدي فرصه ثاني شويه. صحيح. للناس اللي كانت اقل من المستوى يعني. كابتن بلال، ما كانش في شكل هجومي مميز للنادي الاهلي الشوط الاول، ايه اللي ممكن نشوفه الشوط الثاني، او ايه الحلول اللي موجوده؟ بص، الحلول هتبقى من يعني من خارج الملعب. ليه ما فيش شراسه؟ ما انا بقول لك كابتن، الحلول هتبقى من خارج الملعب مش من داخل خارج الملعب. طبعا. وضع طبيعي. تغييرات يعني. اكيد يعني، انت يعني عندك الثلاثي حسام حسن، محمد محمود، احمد عبد القادر، لازم يكونوا 3 تغييرات من بدايه الشوط الثاني عشان يبقى لينا شكل هجومي افضل من الشكل اللي احنا متواجدين فيه في الوقت الحالي. تاخد بالك نادي الاسماعيلي، الفرقه بتلعب بقى لها فتره بنفس التشكيل، اصبح في تجانس، المدير الفني اداهم دفعه كبيره، ومع ذلك يعني احنا مش شايفين الفروقات العميقه والكبيره ما بين الفرقتين، يعني مش حاسين الاسماعيلي ده اللي ممكن يجيب جول في اي وقت، وان هو مسيطر بشكل، والكره في العارضه وانفراد، الكلام مش موجود، ماسك كره بمسكه كره، بيحاول يوصله تمام، لكن الهجمات الخطر، الحاجات المؤكده كاهداف بالنسبه له، لا ما شفتش حاجات مؤكده. طب هي باستثناء كره اتلعبت بالعارضه، لعبها بدماغه وجت، يعني قدر يتعامل معها شوبير. الشوط الثاني لازم يبقى ليك انياب هجوميه، لازم يبقى ليك شراسه هجوميه. الثلاثي الامامي الاهلي مش في افضل حالاته، مش افضل شيء النهارده. صحيح. عشان كده مطلوب بيبقى في تغيير في خط الهجوم من وجهه نظري بالكامل. خط الامامي بنلعب النهارده من غير بلاي ميكر، اللي كان بيديك الافضليه في نص الملعب مش موجود النهارده، اليو ديانج مش هو اللي كان بيديك الافضليه، كان بيلعب لوحده في الحته دي، كان بيقوم بدور 6 وبدور 8 في نفس التوقيت، فكان بيدي فرصه للاعيب اللي جنبه انه يكمل ويزيد، عنده الحريه النهارده مش موجوده، فبالتالي لازم نزول محمد محمود ده امر يعني طبيعي في التوقيت الحالي، اللاعب بيعرف يمسك الكوره، بيعرف يباصي، بيعرف يلعب مع المهاجمين، بالاضافه لنزول حسام حسن ونزول احمد عبد القادر، دول هيدوك برده مع هيدوك دفعه جيده يعني. المهم توقيت النزول، انا اعتقد هو ممكن من الشوط الثاني يبتدي يعمل كده. ده ما بيعملش كده. كابتن علاء مضطرب، بس انا ما بيعملش كده. ايمن، انا متفق معاك. انا بقول لو يعني هو انت عشان يعني تعمل تغييره لازم من بدايه الشوط. لو تعمل تغيير لازم من بدايه الشوط، بس انا بقول لك انت على اساس ان انت بتجرب فبتديهم فرصه ثاني تشوفهم الشوط الثاني. عموما نتمنى التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. نروح لفاصل، نرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.